السلام عليكم ومرحبا بكم في ملخص جديد. انمي رهيب بينزل حاليا، اسم الانمي سوف اشركه في التعليقات، وبدون اطال عليكم خلوا اللايك للمقطع واشتراك في القناة ليصلك كل الملخصات القادمة، واهم شيء صل على النبي ويلا بينا. تبدأ الاحداث بمجموعة من الابطال وهم يقاتلون في معركة مميتة ضد تنين اسمه ايرانك، وهو تنين الغابة، وهم لا يستطيعون مجاراته بسبب قوته الكبيرة. في تلك الاثناء بطلنا آل قد انهى تحميل العربة بالخضروات والفواكه التي جمعها من مزرعتها الصغيرة، ولاحظ ان كل مستوياتها الزراعية وصلت لمستوى 10، حتى في الصيد وصل مستواه الى 10 بالرغم من انه مزارع، وهذا بسبب امتلاكه لمهارة تعزيز النمو. بعدها ذهب لكي يصل بسرعة لسوق العاصمة، وفي طريقه شاهد تنين وهو يقاتل أولئك الأبطال، وآل قال أنه سوف يحاول تشتيت انتباهه لأنه سمع أن الأبطال يحاولون التراجع، لهذا هجم على التنين بجزرة اللي كانت بيده، لكن بدل ما يشتت انتباهه قضى عليه وشتته لأجزاء. والآل قال مع نفسه أن قوته الهجومية تحسنت وصدم للحظات، لكن أكمل طريقه نحو العاصمة. والأبطال لاحظوا آثار العجلات وتساءلوا عن من فجر التنين. في تلك الأثناء آل وصل للعاصمة الملكية وأعطى الحراس تصريح الدخول، وفي تلك اللحظة كان شخص بيختفى البنت، حاولوا الحراس منعه لكن لم يستطيعوا، وآل بسرعة تدخل وسحب البنت من قبضته، لكن ذلك المجرم حاول أن يستعيد البنت، لكن آل عمل له شقلبة على الطائر وجابه في الأرض، والحراس أمسكوا المجرم، والبنت شكرت آل، لكن آل لاحظ أنه تأخر ودهى مسرع بالعربة لتسليم الحمولة، وهو راجع وبيفكر أن عليه ساقي الحقل عند عودته، لكن أوقفوه في البوابة، هو ظن أن عليه تقديم تصريح بالخروج، لكن تلك البنت كانت تريد لقاءه، لهذا طلبت من الحراس أن يوقفوه، عندما يريد الخروج، وتلك البنت كانت أميرة العاصمة الملكية واسمها فال إيز ميجز، وآل تفاجأ من أنها الأميرة، طلبت منه أن يعرفها على اسمه، قال لها أنه اسمه آل وين، بعدها قالت له أنها تريد معروفا منه هل هو مستعد ليخدم العائلة الملكية. وآل في عقله كان يريد قول أنه لا يريد ذلك قطعا، لكن فكر أنه لو قالها سوف يقطع رأسه، بعدها حاول يرفض بطريقة دبلوماسية واعتذر، حاول يمشي بس أمسكته، قالت له لماذا رفضت العمل في القصر، لكن هو يريد أن يعمل في الحقول طول حياته. لترد عليه أن هذه ليست مشكلة لأنه يوجد حقل ضخم بالقرب من العاصمة الملكية، وإذا قبل يشتغل في القصر الملكي فيمكنها أن تهديه مساحة قدرها 33 ألف متر مربع، وهذا صدم آل، المساحة كبيرة جدا، لكن لماذا تريد الأميرة أن توظفه لهذه الدرجة؟ لتجيبه أن متوسط رتبة الرجل الذي هزمه بتلك السهولة تصل إلى 500 نقطة، ليطلب منها أن تخبر عن متوسط مراتب بشكل عام، لتشرح له أن متوسط رتبة الشخص العادي تصل إلى 50 نقطة، والمغامر تصل إلى 130 نقطة، والفارس أو القائد تصل إلى 100 نقطة، والبطل الأسطوري تصل إلى 1000، وطلبت منه أن يريها مرتبته، لكن هو تذكر أنه عنده 65 ألف نقطة، يعني هكر اللعبة بنجاح أو حملها أصلا مهكرة، وقال مع نفسه أنه لا يمكن أن يريها أبدا تلك النقاط. بعدها وصل المغامرين يلي كانوا يقاتلون التنين، وقالوا أنهم لم يقضوا عليه، شخص ما فجره بسلاح غريب وهو مجهول الهوية، هم بحثوا عنه لكن وجدوا آثار عربة فقط. والأميرة سمعت رجل عربة غادر بسرعة والتفت لتنظر إلى آل وجدت هرب، بعدها جاء حارس للأميرة وطلب منها العودة للقصر بسرعة. في تلك الأثناء كان ملك العاصمة قد توصل بأخبار فظيعة، أسراب من الوحوش تقترب من العاصمة، ومن بين الأسراب هناك عفاريت وتنانين وغولم، وهم مجتمعون في طريقهم للعاصمة كما لو أن هناك شخص ما يتحكم بهم، يظنون أنها عودة هيلزون، لكن الملك قال لهم أن ذلك مستحيل، فهيلزون ماكبات ملك الشياطين قد قتل على يد بطل، ولكي يمنعوا حدوث مثل هذه الحروب عقدوا معاهدة سلام مع الشياطين. كيف يحدث هذا الآن؟ ليرد عليه أن تلك المعاهدة لا تعني أن كل الشياطين قد قبلوا المعاهدة، وسيسل يظن أن هذا انتقام من الشياطين التي تكرههم بسبب هزيمة ملكهم، وهذه المرة الذي يهجم عليهم قد يكون القائد روميو فانديد، قائد الوحدات القتال الخاصة بالملك الشياطين السابق، لكن الملك قال أنه هو من طرح مفاوضات السلام. ليجيبه سيسل أنه قد يكون من البداية يريد مهاجمتنا بعد أن نرخي دفاعاتنا، في الأول هجم التنين وبعدها اختطاف الأميرة، ليست سوى إلهاءات للهجوم الحقيقي، ربما
وما لاحظوا وفاة البطل الذي هزم ملك الشياطين. المهم الآن أن نتصرف في الحال، لهذا يجب على الملك والأميرة الهرب من العاصمة الملكية، لكن الملك يرفض فكرة التخلي عن شعبه. سوف يبقى الآن في العاصمة الملكية لأنه هو من أبرم معاهدة السلام مع الشياطين، إذن هو مسؤول عن هذا الشيء. بعدها بدأ كل الجنود يقولون أن الملك عليه النجاة، سوف تكون خسارة أن يفقد ملك حانون مثله، وهم سوف يحرسون ويحمون الشعب. والملك وافق على الهرب، لكن عليهم أن يعودوا أحياء. في تلك الأثناء كان آل في بيته وجاء عنده تيسا وقال له أن الوحوش تمر بجانب القرية، يجب عليهم أن يهربوا، عليهم حزم أغراضهم حالا. لكن آل لم يفكر إلا في المحاصيل التي سوف يحصدها غدا، وقال لتيسا أن يرحلهم أولا، وهو ذهب للحقل وكان سعيد لأنه لم يفسد المحصول بعد. شاهد تلك الوحوش وهي تمر بجانب الحقل ولاحظ أنهم لا ينظرون لا للقرية ولا للحقول، وعلم أنهم يتجهون إلى العاصمة الملكية. لكن ماذا يمكنه أن يفعله؟ فهو مجرد مزارع الفرسان، من عليه أن يتعاملوا مع هذه الوحوش. لكن فكر أنه لو تخربت العاصمة الملكية سوف يفقد من كانوا يشترون منه، وبالتالي سوف يفقد مصدر دخلها الوحيد. في تلك الأثناء كان سيسل هو والملك والأميرة وبعض الجنود في طريقهم للهرب من العاصمة الملكية، ووصلوا لطريق مسدود وسيسل هاجم الملك. بعدها هاجم بعض الجنود وطلع سيسل هو روميو فانديد وحاصروا الملك والأميرة، الكثير من الوحوش والشياطين. وفانديد قال للملك أنه لن يفعل شيء غبي كتدمير القرية مثل ما فعل الملك الشياطين السابق، فقد تفيده العاصمة بشكل كبير. وحول نفسه إلى شكل الملك وقال له يمكنني أن أتظاهر بأنني أنا الملك وأحكم العاصمة الملكية، وبذلك سوف تحتل الشياطين ميغيز وبدون أن يعلم البشر بذلك. بعدها فانديد هاجم على الملك لكن تصدى له باستخدام درع الحامي، لكن ذلك الدرع بدأ يتحطم تدريجيا، لكن الأميرة ساعدت باستخدام نفس التعويذة. بعدها فانديد فعل تعويذة هجوم أخرى وبدأ يحطم في الدرع حتى اختفى الدرع بشكل كامل، وسأل الأميرة عن سبب فشل خطته هجوم التنين واختطافها، لكن قالت له أنه لا تعرف أي شيء لتخبره به. بعدها باستخدام تعويذة الظلام الدامس هجم على الأميرة والملك، لكن تدخل آل واستخدم مهارة التنقيب تحت الأرض وأوقف هجوم فانديد، والهجم عليه بمهارة أخرى قتل بها الكثير من الوحوش كانت تحيط بفانديد. ليسألها فانديد من تكون، ليرد عليه أنا مجرد مزارع، لكن كيف لمزارع أن يوقف هجوم فانديد؟ ليجيبه آل أن تلك المهارة تستخدم لاستبدال التربة التي فوق الأرض بتربة التي تحت الأرض، ويستخدمها عادة في حرث الأراضي. بعدها فانديد بسرعة خاطفة جاء خلف آل وحاول أن يقطعه نصفين، لكن آل أمسك السيف بيده وضربه مع الجبل ليقول بعد فانديد إذن أنت من أفسد خططي. بعدها أطلق العنان لنفسه حتى أنه أصاب الشياطين التي كانت بجانبه، ليظهر فانديد على شكلها الحقيقي. بعدها أظهر إحصائيته وفانديد كان في المرتبة 78. الأميرة قالت لآل أن يهرب فمرتبته مرتفعة جدا، لكن فتى الأول الآل فانديد هجم على آل، لكن آل تفاداه وأعطاه لكمة أسقطت فانديد. كل الشياطين لما شاهدت أن فانديد سقط بضربة واحدة بدأوا بالهرب. بعدها عاد الملك والأميرة للقصر بصحبة آل وشكروا على إنقاذهم. بعدها الملك سأل آل هل يريد أن يخدم الوطن ويكون قائد شرفي، لكن آل قال أنه يريد أن يكون مزارع كل عمره، لتقول لها الأميرة أنه كعرب شكر سوف يهدونها الحقل الذي تبلغ مساحته 33 متر مربع، لكن عليه أن يتسجل في النقابة لأن المملكة لا زالت تحت تهديد الوحوش، ويتمنون أن يتمكن من مساعدتهم من وقت لآخر. وآل وافق بما أنه سوف يأخذ الحقل، عليه أن يساعد أيضا، وبهذا سوف يصبح آل مزارع ويحارب الوحوش في وقت واحد. بعدها ذهب بالحقل وتفاجأ من أنها أرض قاحلة. لتنتهي الحلقة الأولى من الأنمي، أتمنى أن ينال إعجابكم هذا المقطع، ملتقنا في المقطع